السلام عليكم، صباح الخير خوتي. اليوم الجمعة، مانيش خدام، رحت جبت فيها قهوة وراني هنا ندور في واحد البلاصة هنا بارك جاي في وسط الديار. بون بارك شباب الله يبارك، شجوع شغل غابة. عجبني بزاف الحي هذا، حبيت نشاريه معكم وباش نتعلموا ونشوفوا الجناس كيفاش عايشة كيفاش نقية. تبع معايا. بون قاري طوموبيل تاعي هنايا، راكم تشوفوا كامل بنيان ما شاء الله، والبارك بارك صغير يبدا هنايا في وسط كامل البنيان هذايا. كاين بارك اللي يسكنوا هنا ولا اللي ماشي، انا ما نسكنش هنايا، تروح تمشي تريح على فيما يخص الديار. الله يبارك، ديار فريمون شابين، صح هي كل وحده وستيل تاعها. راك تشوف هذيك جايه براون، هذه جايه بيضه، هذه جايه بالحجره، بصح كاين تناسق بيناتهم، كامل تناسق. مثلا هذه وهذه في الشكل تقريبا كيف كيف. والنقار، شوف النقار خوتي، غازون يتهلاو فيه. كاين ناس يقول لك لازم والسي تي ويعطوا لك بروسيل وما تهلاش فيه، ما كاين لا بروسيل لا والو، هما يحبوا يتهلاو. وكما تشوفوا هما الامريكيين الكارج تاعو، شوف تلقاه معمر، اي حاجه يحتاجها يلقاها. عنده الموين ماشين هذيك اللي تنحي الغازون، عنده كلش. فوالا هذا ما كان، حبيت برك نشاري معكم هذا الفيديو خفيف ظريفة، بالك طلع الموهب وبالك الناس يتعلموا منها النظافة، يتعلموا منها بالك لارشيتكتور. فوالا يا حبابي نشوفوا بلادنا فيها كابلايس فري مشابين، لو ساعة واحد ما لاصق في الاخر. ما كاش الكرياج، ما كاش ممكن يقول لهم هذه تاع ما كاش الكرياج، يقول لك السطرة وانت ما حدش في السطرة. واش من السطرة خويا، كل واحد راه في دارو، واحد ما راه ولاتي بالاخر. هذا ديال العلم تاع امريكان، الاخر ديال تاع الانجليز والامريكان. هذه هي، وانا غنولي للبارك تاعي نكمل قهوتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، واعطونا رايكم علاش البلدان تاعنا، كنقول البلدان تاعنا على بالي شكون يتبعني، تبعوني الجزائريين توانسه مغاربه هكذا، علاش البلدان تاعنا ما يكونوش هكذا وتكون هكا حديقة ولا غابة في وسط المجمعات السكنية. شوفوكم الخطرة الجاية.